ده بدايه سلسله فيديوهات على كورس ثيرموداينامكس ديناميكا الحراريه للمهندسين، وهي من كتاب ثيرموداينامكس ان انجينيرنج ابروتش بتاع يونس شينجل ومايكل بولز الايتس اديشن. ده كتاب طبعا بيستخدم في كليات مختلفه وجامعات مختلفه واقسام الهندسه زي قسم كيمياء وميكانيكا وطيران واقسام اخرى يعني ليها علاقه بالانرجي. ثيرموداينامكس هي طبعا علم دراسه الطاقه وتطبيقاتها وتحويل من شكل طاقة إلى شكل آخر، وهو علم مهم جدا للمهندسين. فأنا إن شاء الله الفيديو هيكون فيه صورتي بالإضافة إلى الكتاب اللي احنا نمشي منه، بالإضافة إلى جزء بشرح فيه زي ورقة كده بشرح فيه، وهنغطي الجزء اللي احنا بنغطيه في ترم حوالي 7 شابترز من الكتاب. الكتاب فيه Introduction and Basic Concepts البداية مقدمة واليونتس وال بريشر والتمبريتشر وحاجات اللي هي علاقه بالحراره والشغل، الطاقه وانتقال الطاقه وتحليل الطاقه، ده شابتر 2 هنتكلم عليه بعد كده. شابتر 3 البروبرتيز اوف بيور سبستنسز هنتكلم عليها كلها، انرجي اناليسيس اوف كلوز سيستمز، وبعدين ماس اند انرجي اناليسيس اوف كنترول فوليومز او اوبن سيستمز، والسكند لو اوف ثيرمودينامكس طبعا مهم جدا، والانتروبي. وهنقف هنا، وبدا عاده بيتاخد في ترم واحد.